شكري وتقديري لجميع الحضور، تقديري لكم أنتم وجميع العاملين وجميع أبناء الطلاب والطالبات. حقيقة أنا أعتز بكل رأي من آرائهم، أعتز بمن وافقني، أعتز بمن اقتنع برأيي، أعتز بمن لم يقتنع أيضا برأيي. لازم يكون أيضا يعني مجال لحرية الرأي في أي في كل شيء. أعتز بالجميع وأعتز بأبنائي جميعا وبناتي، لأنه أعتقد هم عماد المستقبل. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.